السلام عليكم. كم توجور نطول لي بارتيسيپون اون كومونس لو لايف. نستناو كوم جي توجور دي كو لو بوبل سانتيريس با ا لا بوليتيك. شاب راه مع الرياضة وراه مع السيارات، مي اون ا با لو شوا دونك اون كونتينيو ا بارلي. بوتيتر كان جور الشعب يفهم ويفطن. ان سول بارتيسيبون لي 30 سينيال دايور البارح سينيال ولي جو سي با بوركوا دونك ريسترا لو كونت نتاعي ريسترا دونك لي دو بارتيسيبون اون كومونس لو لايف. ماشي معويدين ندير ان افور، مي كنت نخمم يعني كنت مريح وحدي ونخمم نتكلم بكلام بسيط اليوم نحاجي شويه. يعني سي ان سويسيد دو فات دو لا بوليتيك اون الجيري، يعني انتحار باش واحد يدير السياسه. حتى كنت مع راسي نقول انا واش راني ندير انا، استادير اه سي تري ريسكي باسكو في الدول وين كاين الديمقراطيه وين كاين الحريات المعارض محمي من الدستور، محمي من الصحافه، محمي من الامن، يعني لان كاين ديمقراطيه كاين حريات. اما في الجزائر يعني رانا ننتحروا باش نديروا السياسه، كاع ضدنا، الصحافه ضدنا، الاحزاب الموالاه ضدنا، وسائل الامن ضدنا، والعداله راهي تدخل فينا الحبس. يعني سي ترو تري ريسكي دو فير دو لا بوليتيك اون الجيري. دايور قلت نريح مع راسي، قلت انا واش راني ندير كالكوراج. يعني سي با دو كوراج، سي با واش نسمي النضال نتاعي في وقت وين ما كاين حتى حمايه. رانا نشوفوا العداله تعتقل على منشورات سياسيه، الصحافه مشريه، النظام هذا ما خلى حتى هيئه. كل الهيئات اللي تدافع على المعارضه السياسيه مشريين. دونك سي تري ريسكي دو فير دو لا بوليتيك اون الجيري. زيد الشعب النظام قسمو اون دو بارتي، قتلو لا بارتي بونسونت، قتلو اه من الفوق ميت ما يخممش، وخلاو له غير لا بارتي كونسومابل، يعني اللي تكونسومي خلاو له غير البطن، يتكلموا غير على البطن، الزيت والحمص، وين عندنا اون كريز بوليتيك عجيب. وقلت باللي الجزائر فيها اون كريز بوليتيك، سادير كاين لا شرعيه في النظام اللي يحكم في البلاد. دونك سي تري ريسكي باسكو رانا نشوفوا اعتقالات، رانا نشوفوا هكذا. ما كانش، لان المعارضه لازم تكون محميه، سينو ما نقدروش نديروا سياسه. اون ريسك نروحوا اون بريزون، اون ريسك حتى نوتر في، اون ريسك الترافاي تاعنا، اون ريسك نتشردوا، اون ريسك باسكو اين يا با اون بروتيكسيون دي انستيتيسيون او من الصحافه. ما كانش، رانا نشوفوا الصحافه، ما كانش صحافه في العالم اللي تمشي مع النظام. الصحافه سي السلطه الرابعه، سي تادير تجيب خريب النظام وتنشر، هذا هو الدور تاع الصحافه. رانا نشوفوا العداله تحمي الراي، تحمي المواد الدستوريه اللي تمد لنا الحق باش نتكلموا. رانا نشوفوا العداله، يعني تكلمت على البارح الارتيكل 427 كيفاش داروه باش يحميوا روحهم. يعني الجزائري راه هنا ياكل ويشرب ويرقد، كل كلمه تهضرها في السياسه تطيح في خانه ماده 87. دونك سي تري ريسكي دو فير دو لا بوليتيك، اين يا با اون بروتيكسيون. الشعب ما يحميش، الشعب رانا نشوفوا النظام في الوقت اللي عندنا كريز ايكونوميك راه رايح جهه الشعب. يعني الشعب وقلبوه اسيستي، الشعب سوسيال، صح؟ يتكلموا له غير على السياسه، على 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 السيارات، على على الديار، على على تشغيل الشباب، على الملحه، الزيت، على الحمص، ما نعرف واش. دونك الشعب في واد، والمعارضه السياسيه اللي راهي تناضل على ولادهم. رانا ننظروا باش انا كي قلت البارح وتكلمت ودائما نتكلم ونقول بلي لاكسيت 427 لازم يتقلعوه، ماشي عليا، باش وليدك غدوه الى امتحن السياسه وكان معارض ما يدوهلكش الحبس. على هذا الاساس اللي رانا ننظروا. لكن الشعب كما قلت قسموه لزوج دو بارتي، البارتي الفوقانيه وين كاين دماغه منا قتلوه له ولا ما يخممش، وخلاو له غير البارتي وين كرشو
اه وكما ما نتكلموش في امور واحده اخرى والملذات نتاعو دونك اون ا با اون بروتيكسيون ما نقدروش نديرو المعارضه اون ريسك دات امبريزوني اتو مومون وهذا من غايه الشعب من غايه النظام في هذا الوقت رانا نشوفوا كيفاش راه يلهي الشعب بسيارات وبمحاربة الزيت وما نعرف واش وفي الوقت واحد راه يعتقل في المعارضين باش يكسر الحركة اللي نض بها الشعب للتغيير تغيير السلمي التغيير الشرعي هذا هو واش راه صاير في البلاد دونك اون بو با كونتينيو كوم سا لازم لنا سوتيان قلت باللي الصحافة اللي لازم تحمي السياسيين رانا نشوفوا الصحافه كيفاش ما كانش في العالم اللي الصحافه تمشي مع نظام ها الصحافه راهي هنا باش تونكيتي سور سور لا موفيز جيستيون سور السرقه سور هكذا سير كان نشوفوا الصحافه كيفاش العداله كيف راهم يطبقوا علينا لارتيك 87 بيس دي كود بينال اللي دارهم سنين 66 باش كيما البارح فسرت روحوا الفيديو تاعي فسرت مليح علاش داروه الشعب راه مهموم بجهه اخرى شعب اللي اسيستي شعب قلبوه اسيستي لازم يديروا له السيروم راه رده في الزيت والحمص وحنا رانا نطبلوا وحنا رانا ريسكيو بحياتنا ريسكيو بالعمل تاعنا ريسكيو يعني سي تري ديفيسيل دو فير دو لا بوليتيك اون اون الجيري اون ابسونس دون بروتيكسيون قلت دي ميديا ولا دي جورنالي دي جورناليزم ولا دو لا جوستيس اي اون ستروف سول ولينا كشغل عديان والنظام راه يعتقل فينا وراه يضيق علينا في فراغ كبير لحمايه حتى الشعب يعني ما راهش يستوني ما راهش يساند يعني يضحكوا معنا شغل ما على باليش انا بارطاجيو منا وتروح الحبس ما على بالهمش بكاع هاو راشد نكاز جا مسكين خسر كاع دراهمو وخسر منا ويحب الجزائر ونعرفوه باللي ستانسيونات الحبس ليوح ما على بالهمش ها معتقلين تشوفوا غير صحاب الفيسبوك بعض النشطاء اللي ممنون تشوف لي ممنون اللي راهم يدافعوا على المعتقلين ويتكلموا على السياسيين اما بقيه الشعب راه داتي مسكين انا ما نقولش بصبع ولا لا كي ان ولفوه قتلوا له لا بارتي سوبيريور بونسونت وخلوا له لا بارتي انفيريور كونسومابل اللي كما قلت الكرش والملذات ورا نشوفوا كيفاش ولاو الجزائريين ما كاين لا سياسه ما كاين لا وعي ما كاين لا ثقافه سياسيه هكذا مساكن قلبوه طري اسيستي فقروه ونعرف باللي الفقير يعني يمونيبيلوه كما هذه هي السياسه نتاعهم فقر حتى قالها وزير اول تاعهم قال جوع كلبك يتبعك هذا واش راه صاير في الجزائر الشعب جوعوه الشعب اهرف البطاله دونك يلي فاسيل دات مانيبولي دونك مون با دو سوتيان ما عندناش سوتيان بلوس لا ريبرسيون بلوس لومبريزونمون دي زاكتيفيست بوليتيك خوفوا الشعب بطرق التخويف تاعهم حتى الارتيكل 87 داروه للتخويف داروه للتخويف يعني اللي كنت تقراوه يعني ما زدوش تهضروا كاع يدوكم الحبس حتى ولو تقولوا باللي العاصمه راهي موسخه يدوكم الحبس تاعهم في خانه الماده 87 دونك الى دي كيسيون جو ريبون شاب عجبو الذل وراضي سي بالخير ما تعيش لا والله جاري با جدي با الذل ولا سي يا سي عبد الحميد ما جاري با كومبرون قلت باللي سي تي بريميديتي ما فين وستي ما خلاوش يدير سياسه والفولو مناخ نتاع لا كونسوماسيون سي تادير ولا ما يخمموش على لافونير تاعهم يعني حنا كي رانا نتكلموا عند بالهم على نفوسنا حنا على نفوسنا رانا نتكلموا على لافونير تاع ولادهم انا كي البارح تكلمت على لانيلاسيون ولا اون لوت بور لانيلاسيون دو لارتيكل 87 بيس دو كود بينال باش نبروتيجي ولادهم الى حبوا يديروا سياسه في لافونير باش ما يدوهمش الحبس على جال منشورات سياسيه لكن ما كانش يعني نشوف الناس انا وين نسكن غير انا اللي ننشط ما على بالهمش كاع نتكلم لهم على الارتيكل ما يفهموش نتكلم لهم على الحقوق الانسان ما يفهموش ما يعرفوش ما بالحقوق نتاعهم الواجبات ما يعرفوش باللي الجزائر غنيه وما لازمش يكون الفقير هنا في الجزائر ما لازمش يكون الفقير في الجزائر
ما لازمش يكون الفرق الفقير، ما لابنوش باللي خلقوا جماعة أو خلقوا طبقة مرفهين مرفهين بزاف من الخزينة الوطنية العمومية، وفقروا الناس، أغلبية الناس فقراء يمشوا مساكن الدف شكارة حليب ومن حقهم. ما لازمش يكون الفقير في الجزائر يا جماعة، ما لازمش. 40 مليون دابيتان اون سوبرفيسي دي ريشيس غرونديوز، عجب كاين الفقير. تجي الخضريه هنا راهي الارصفه كاع يطربوا، الناس ما كاينش عندها سكنه، الناس ما تداويش، الناس ما تقدرش. اليوم دخلت في الفارماسيا يعني كي شغل دخلت ان بيشي شد لوردونونس ويقول له هذا غالي ما نديهش وهذا نديه وهذا الاخر وهذا ما نديش، يعني ينيغوشي مع الفارماسيان واش يدي. فقر كبير راه هنا في الجزائر، فقر كبير كبير كبير. عيب عيب باش دوله كيما او دوله كيما الجزائر غنيه مازال هم اللي مينيش يتكلموا هاد الاشكار حليب الماء والعظم تاع الموتى تاع البرازيليا وشرب. عيب عيب. لكن هك ما على بالهمش، ما يعرفوش وشنو شعب الجزائر. اغلبيه الجانب وشي تبريميديتي مقصوده، ما يعرفوش وشنو الحريه، ما يعرفش الارتيكل 87 واش علاش يضر، علاش داروه، ما يعرفوش. اليوم القرايب يقول لك بلي القطر مدوا لنا استاد وحبوا يبنوا لنا استاد، ما على بالهمش بلي القطر عندها 74% من لي انفستيسمون اترونجير هنا في الجزائر، مسؤول على الحديد ومسؤول. دونك يعطيك شغل، يعطيك بونوس، يبني لك 1000 استاد بارابور للفايده اللي راهم يدوها لكاتريام الجزائر من الانفستيسمون تاعهم هنا في الجزائر. ما يعرفوش، ما يعرفوش يتكلموا الجزائريين. وحنا رانا ريسكيو، احنا رانا ننتحروا. انا بالنسبه ما رانيش كيما نقول معارض سياسي، انا مهبول دو فير دو لا بوليتيك هنا في الجزائر سون بروتيكسيون. الصحافه ضدي، الاحزاب ضدي، الشعب ضدي، العداله ضدي. جو بو با، ما نقدرش. مو سو ان فو ان مالاد، مو سو با بوليتيسيان. باسكو سياسي ندير معارضه لازم تكون اون بروتيكسيون، تكون حمايه من الصحافه، من العداله، من الامن، من الشعب. يا نيس ربي يحفظك. بيا خير بفو بريباري لي جون جينيراسيون فيتي. سي با فاسيل، سي با فاسيل، سي با فاسيل دو بريباري لا جينيراسيون. هذا النظام خلا والو، الجامعه كسرها. لي زونيفرسيتي هي ليكول دو فورماسيون دي بوليتيك، باسكو هذا النظام مهبول ثاني. ما على بالش بالجزائر تمشي مع السياسيين. عندنا ان مونك، عندنا ان فيد دي بوليتيك، ما عندناش سياسيين. الجامعه قلت لها تروح الجامعه، انا نروح الجامعه نوصل بنت اختي، حرت دي زيتيديون ما يعرفوش الارتيكل 87، ما يعرفوش الحقوق تاعهم، ما يعرفوش وشنو لي دروا دروم وشنو الحريات، ما يعرفوش. يتبارك باسكيت سبردينا ايفون ما نعرف واش قلبوه. كيما قلت قتلوا له لا بارتي بونسونت بريميديتي مقصودة، وخلاو له لا بارتي كونسومابل. هادو دي زونيفرسيتير. اي كومون بريباري لي جون اللي راهم يموتوا في البحر وراهم على باليش وراهم في القهاوي وراهم على دروغ؟ يعني سي با فاسيل، سي با فاسيل والله. كي نخرج 12 ونشوف دراري مساكين بزاف بزاف بريماري خارجين، نبدا نبكي. كون جو بونس على لور افونير، قول هادو مساكن واش يديرو، بريتات واش يديرو، لي مويان دو مارياج ما كاش. نبدا نبكي نقول جو بونس كون نقول بون جو سي با الا نحيا ولا. هادو اون 20 طون واش رايحين يديرو افيك سو بريبار، افيك سو بوفوار فو، افيك سو بوفوار اللي مازالو يخمم على الطونوبيل، اللي مازالو يخمم على 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 الصطاد، اللي مازالو يخمم على الحفلات، واللي مازالو يخمم يبذر في الدراهم وما نعرف. وما كانش اون باز للشعب، ما كانش دي زانفستيسمون فيتور اللي باش يخدموا الشباب، ما كانش دي زونيفرسيتي، ما كانش دي ريشيرش، ما كانش دي زانفونسيون، ما كانش اون ايكونومي، ما كانش صناعه كي بريبار لي جون لافونير دي جون.
Il y en a qui aiment l'Algérie deux jours dans une année, cinq dans novembre, et les autres jours, ils en foutent. Ils ne luttent pas. Vive les nationalistes comme toi. C'est pas facile. Je répète, c'est pas facile. Pour moi, bon, je me suis convaincu que faire de la politique et faire de l'opposition en Algérie, c'est un suicide. En absence d'une protection, des journalistes qui sont ralliés ou achetés par le pouvoir, de la justice qui applique, qui n'est pas libre, qui applique aveuglément des articles mis à la cause de casser l'opposition, comme l'article 87, 94, etc., etc., plusieurs articles qui restreint encore le peuple qui est endormi, ou un peuple consommable qui n'est pas prêt à se tenir l'opposition politique, c'est pas facile. C'est pas facile. المشكلة الحقيقية هو أن الطلبة المثقفين من الطلبة الجامعيين لا يفقهون شيء لا في مستقبلهم ولا في مستقبل البلد ولا شيء آخر. وي بيان سور جي باغلي سيغ سا سي تادي سيتي بريميديتي كسروا الجامعة رانا نشوفوا حتى القنوات نتاعهم الرسمية والخاصة فاني عندهم كومبليسيتي يعني هدموا المجتمع ما كانش أمور ثقافية ما كانش دي ديبا ما كانش الكلوفرتير ما كانش ثقافة سياسية فيهم يعني وجهوا الشعب إلا للكونسومابل وجهوا إلا للاستهلاك ولينا شعب مستهلك بامتياز يعني بار اكسيلونس ان بوبل كونسومابل بار اكسيلونس اي اسيستي اون بلوس اسيستي اون بلوس الى طون كو لو سوسيال الى طون كو المنحة نتاع البطالة الى طون كو لي دون او الصدقه او هو حقه هو لو كان يدافع من حقه يعني لو كان الجزائر فيها عداله من حق الشعب باش يتمتع بالثروات اللي عندنا من حق الشعب او جان يدي كريدي من حقه باش يحقق المشاريع نتاعو باسكو لاجيري ايريش با لاجيري ابارتي ا تو لو موند ماشي غير جماعه يعني وزيد غلقوا لي جان ما كاش فيزا ماشي هكذاك كي ماكش لي فيزا والباسبور تاعنا رخصوه كاع باش ما يخلوش المساغر يخرجوا ويتفطنوا ويكون دي جيشونج بوليتيك دي جيشونج كولتوريل الناس تفطن ويقولوا الجزائر علاش مدمره هكا باش يفيقوا علاش مدمره هنا انا في الاخباريه مدينه مدمره والشعب يضحك والشعب يقول لك رانا ملاح مدمره ما كاين والو وين تشري كتاب ماكش ما كانش لا سينما لا تياتر لا ماشي غير هنا في الجزائر هذا هنا في الخضريه هذا ستاني شونتيون كاع لي في نتاع 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 الجزائر قوا فيها غير لي فايس فود والقهاوي وغير الماكل غير الماكل ما تلقى حتى وين تشري كتاب حتى التياتر ما كاش حتى السينما ما كاش قلت له الامور هذه اللي تفطن الناس اللي تخليهم يتخمموا على امور سياسيه على امور ثقافيه قلت له كلش قلت له العاصمه تاع الجزائر عيب العاصمه كاع مازال غير ليبرار لو تيرمون انا نروح لشي كتابات ما عندهم الاخرين كاع قرقوط او الملابس الداخليه تشوفوا بلحيتو قلنا هك يبيع الملابس الداخليه ما ندخلوش في نتاع النساء قال لا كابيتال يا جماعه عاصمه تاع الجزائر ما كاينش فيها سينما ما كاينش فيها تياتر ما كاينش وين تشري كتاب ما كاينش قهوه وين تريح هذه كل مقصوده شرب قهوه في الكوبلي ومشي ما كاينش طابله وين تريح بالقدر بالفنجان وتكسر مع صاحبك ودير المعرفه وتتكلم له على البوليتيك دي فاش فود بالوقفيه شرب وهرب وهذه كاع مقصوده باش كسروا المجتمع حتى لا كرياسيون دي فاش فود حتى لا كرياسيون دي كافي رابيد حتى لا كرياسيون دي غوبلي ايتي بريميديتي بور كاسي لو جروب باش كسروا الجماعه ماشي هكذاك ما تلقاش دوك واحد قهوه وين في العاصمه ما تلقاش قهوه وين تريحي تشربي فنجان بلي سيرفيس بلاخر وتقصري البوليتيك
جيطاب له هرب مقصوده مقصوده حتى الارتيكل 87 يتكلم اتروبومون يديك الحبس عهد ستالين كل حاجه مقصوده عاصمه ما فيهاش ولد الكتاب يا جماعه بس مكش عاصمة الجزائرية لا يوجد فيها مكتبة وين تقدر تشري كتاب ويزيد يقول لك ما تقراوش الفرنسيسة لا لونغ دو موليير باش ما تفهمش ويزيد يقول لك ما تقراش الفرنسيسة حرام باش ما تقراش واش يقول موليير ولا ما تقراش لي ميزيرابل ولا ما تفطنش كل حاجه مقصوده خلاو الشعب زير سوق كبير ان غرون مارشي نزيدو نتكلم لك هنا في الخضريه مدينه صغار الشوارع نتاعهم كاع مارشيات اللي مخرج البطاطا اللي ما كانش وين تشري كتاب ما كانش قهوه نتاع يدخلوا فيها المثقفين طابلة زينة بالاخر وكما قلت شعارات او مكتوبين للداخل كما بكري ما كاش الشعب ولا كي حيوان اكرمكم الله كي حيوان ياكل وشرب فايس فود الكارانتيطا وجري الجي ما تلقاش قهوة مليحة في العاصمة تاع الجزائر ما كاش Un échange pour les jeunes générations accorder des bourses. Mais qui accorde les bourses? Hadi Bakri. On a profité, Bakri. Les années 80, quand nous des échanges, parce qu'il y avait quand nous des responsables qui avaient l'intention d'ouvrir l'Algérie. كانت عندهم النية أنا لا أصلاش دو سيزون درت لوروب كاع غير الإنجليزي اللي ما درتهاش درتها بالصاك بكري أون أفي دي كارت دوبرج أون أفي كاين لي زانجينيار حقراو في الماريكان سورتو سوناتراك بكري كان تبعث دي زانجينيور كانوا يبعثوا لي جيجونج دو بورس ومنا والباسبور تاع الجزائر كان قوي مالغري كو سيتي لا ديكتاتور مي حبوا يديروا حاجة حبوا يديروا حاجة malgré que politiquement étaient des dictateurs mais حبوا يديروا surtout l'étudiant بكري كان يدير سياسة moi j'ai assisté à plusieurs manifestations des universités 81 82 حتى أنا درت manifestation 82 à l'école supérieure de génie rural كنت نقرا فيه في سكيكدا درت manifestation c'est-à-dire on avait la maturité On avait le kitab, quand on a le kitab, il y avait plein de libraires, il y avait des théâtres, il y avait des cinémas, il y avait en Algérie, en Afrique, mais c'était une dictature politique. Bah, je ne sais pas, le président Boumediene était un dictateur. Mais quand il aime l'opposition, quand il aime des rayons, mais quand il y a une petite couverture, des choses, surtout dans le domaine de la Coréa. Pour les étudiants. On avait des bourses, on avait des cartes de séjour, on avait le transport حتى في الخارج باطل, hein, voyager au باطل avec des cartes, quelqu'un au moins qui m'a dit. Mais donc, بلعوا كلش. بلعوا كلش. Mais les villes ما يقدروش يخرجوا لهم. هنا في الخضرية كان دي جون ما يخرجوش, ils se déplacent même pas à Alger, qui est distante à 60 km. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Khalli ou khalli. Où est-ce qu'il y a un danger? Parce que les hommes, c'est ça. Pour bien contrôler le peuple, djouou'ou. Heddemlou ou t'marou ou djouou'ou t'at. Et où est-ce qu'il y a un skin? Des gens qui disent que l'akhdari est mliha. Que le ma'ana, c'est que je fais. Que de béton. Des ruelles de béton, ma qu'il y a
كلا سينما هنا ما كاش مكون تشري كتاب في الخضريه كرارس كاينين مكتاب كتاب تقرايه ما كاش أليكس ديما ولا أليكس ديمافيس ولا بودلير il n'y a pas de bouquin à l'Khdaria ما كاينش شاب ولا كونسومابل و سيتي بريميديتي كاين شاب اللي في 2022 à la porte de l'Europe riche يتكلم الحليب سي انكرويابل مي كيما قلت احنا l'opposition ou là le rêve tana c'est ça c'est motiver les jeunes donner des bourses augmenter la valeur du passeport demander des visas faire des négociations avec des pays pour que facilite nos jeunes à visiter à voyager parce que le voyage est fatan يعلم يصنع الناس اللي تفكر الناس ça c'est notre objectif ça c'est dans l'opposition c'est notre objectif c'est motiver les jeunes par des voyages par des créations par des crédits par des micro-entreprises par des recherches il y a beaucoup à faire en Algérie l'Algérie c'est un pays vierge sok kbir brak il y a à faire tout en Algérie, surtout côté technique ou le côté technologique ou la technologie de pointe ou la dans le Sénat l'agrémenté, on مخصوصين في كلش. Mais هذا النظام دايرها صوب. Au lieu باش دوك نخمموا كيفاش نخدموا طوموبيل تاعها تاعنا لينا نسموها فاتحة ولا حرية، إلا بغا كرتونة وندير لها موتور ونسكموها بالعقل، نو. يجيب لك الشلوي يخدم لك الطوموبيل ولا يركب لك الطوموبيل ما يخمموش باسكو علاه سي ان بيي مارشي كبير مارشي كبير حنا نشوفوا المدن مارشي كبير جي دوني اكزومبل دو الخضريه سي ان كرو مارشي مصبح الناس بالصاشيات مصبح ما دخلوش الثقافه باللي يدير المارشي فهاد الزمان يفتحوا مارشي شباب نقي الناس بالقفه ولا بالشريطات تقضي ما فهموش الناس هكا شعب من الصباح هو يقضي حتى العشيه تجي الخضريه كاع راه في دين الساشيه تاع البطاطا ما كاش واحد راه في بوكي دو فلور ولا ان بوكان ولا يسطابل في القهوه يسقهوى ويتكلم من الصباح العشيه وهما بالخفوف مارشيات باسكو ما دخلوش الثقافه تاع قضي فانت سمهان فتحوا لهم مارشي سي با سون بروبليم مارشي نقي وبالقدر والسمانة خمم كيفاش تخدم خمم كيفاش تكريي خمم كيفاش تقرا خمم كيفاش تعاون كيفاش نو من الصباح العشية والفاي فيان في لي رويال دو الخضرية وكاع حوانت داير حتى لاشيتكتير تاعهم باطيمات كاع حوانت من تحت ما تفهمي والو سيتادير تفهمي بلي الشعب تاع ماكلة دي باتيمون يديروا الحوانت من تحت 40 فاميليا 40 حانوت من تحت وتولي السرقه باسكو اللي من يبيع يولي يغلي باش يدخل نهارو كل حاجه مخلوبه هنا Une grande mosquée au centre-ville devant un marché, sale désormais malheureusement. Monsieur Adam, j'ai juré de ne pas défendre cette population. Avec tout le respect, Nasser Khdariana m'a défendu. Parce qu'on est Karen Khair. Je n'ai pas de soutien. 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 Donc je ne le défends pas. Il ne va pas à kef. Il ne va pas à kef. Il ne va pas à kef. Il y a des groupes qui partagent. Je ne demande pas le partage parce que je ne sais pas si je suis sur le Facebook ou là. Mais je suis sur le Facebook. Je suis sur le Facebook.
استنى هنا ريبونت. كاش واحد حب يطلع تناقشوا شوية. دونك اون كونكلوزيون واش حبيت نقول اليوم، اون اوبوزيسيون سون سوتيان ولا سون بروتيكسيون دون ان بي جيري بار اون ديكتاتور سي ان سويسيد، باسكو في لي بي او إليا لا ديموكراسي l'opposition est protégée par les médias, par la constitution, par la population qui croit au projet de l'opposition. Hnana, il bafoue tout. On n'a pas du journalisme. Mais on a le sahafa. Le sahafa, c'est faux. Le sahafa, c'est des policiers. Ou moi qui mène des enquêtes. On a une constitution qui malheureusement, il y a des articles qui protègent l'opposition, qui donnent le droit au peuple de s'exprimer librement, de faire de la politique en tant que citoyen, parce que citoyen, tout citoyen a le droit de faire de la politique, a le droit de rêver de devenir président, mais en contrepartie des lois, les ijram CSA. On a affublé في الدول اللي تحترم الدستور، لأنه هو الدستور هو صح، دستور هو صح، دستور هو مؤسسة بلا تمشي بالدستور. الدستور الجزائري يحمي المعارضة، يحمي السياسيين، يحمي الحرية، يحمي الصحافة، 14 ارتيكل بلس، والقوانين التشريعية اللي شرعوها أو التنفيذية لدار الحكومة والرئيس لازم ما يخرجوش من إطار الدستور، لازم يحترموا. علاش دايرين هيئات دستورية؟ باش تدرس أسك النظام هذا يتماشى مع الدستور، أسك القانون هذا يمشي مع الدستور. سامارش كوم سا. حنا الارتيكل 87 اللي قلت لازم نظروا باش نحيوه متنافي 14 مادة في الدستور، لان لو كان تقراو الماده لارتيكل 87 دي كود بينال الجزائريان تقول العاصمه ماشي مليحه، مش خايب دخلوك طيح في 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 الماده 87 ودخلوك للحبس. ماده 87 تخلي الجزائري ياكل ويشرب ويرقد، والنظام هو يلعب في هذا الوقت، في الوقت اللي عندنا كريز بوليتيك، في الوقت اللي لازم يتعامل مع المعارضة أو الحركيين أو الموفمون، يتعامل سياسيين ويفتح ديزيسباس بوليتيك، يفتح ليبرتي ويخلي الناس تكسبريمي، نخلي الناس تكون، نخلي الناس تدير أحزاب حرة، تدير جمعيات، تدير دي كونسيرتاسيون، تدير دي ديبا. نبلعها بالارتيكل 87 ويوجه الناس فير لو كونسومابل، فير الطوموبيلات والحليب ومنها، هذه كل حاجه مقصوده من يكسر في المعارضه السياسيه بالقوانين بالعداله، ومن التلفزيون مقالب الجزائر جنه. على حسب التلفزيون 2023 كاع نولوا بالكيا، على حسب التلفزيون 2023 كاع نولوا بالفيلات. ماشي دي ريف افيمير، seule une démocratie qui ouvre les champs politiques, économiques, qui ouvre les recherches, qui ouvre
لو بوبل اكزيرس واش كاين في راسو يترفاه الشعب. سينو يبقى اسيستي، سينو يبقى كوموندي بار لو بوفوار، دريسي بار لو بوفوار، يبقى بوبل بوبل بوفر اسيستي. يستنى غير في السوسيال، في المنحة، في الصدقة، في قوف رمضان، فون ديموكراسي. لا ديموكراسي تدون الدروا باش تدي كريدي بونكير و دير واش كاين في راسك. لا ديموكراسي te donne une libre circulation dans le territoire تاع بلادك. تحب تسكن في وهران تسكن، تحب تسكن في عنابات تسكن، ماشي كيما دوك. حتى لا ديال اللي الشعب يشري بدراهمه، النظام هو اللي يوجهه وين يسكن بدراهمك، وما تخيرش وين تسكن باسكو il n'y a pas libre circulation en Algérie. الجزائر هي اللي دارت الراسيزم في الجزائر. وهراني ما عندكش حق تسكن في عنابة، تفوت توت ان دوسي. باتري ما عندوش حق يسكن في ألجي بالسيستم تاعهم. دونك سي لا ديموكراسي كي فا ليبيري تو، كي فا ليبيري تو. ها هاهم عاد يجيبوا الطوموبيلات. كاش واحد على باله بالدفتر، دفتر الشروط، شروط واش يسموه، دفتر الشروط، هما اللي يخيروا لي من شكون اللي يبيع وشكون اللي يجي. فلا ديموكراسي نو، ليبر ايشونج، ليبر ان اكونومي، مي سي نورمال دون اون اورغانيزاسيون، ماشي هكذاك. فو ان سيستيم فيسكال. ها اللي دوك ما كاش، انا راني نسوتي موضوع وموضوع. ها سيستم فيسكال ما كاش، كل حاجه باطل بلا فيه سلطه ولا فيه. يدور ب 77 الف سيمي في لوتوروت، يخسر الطريق ما يخلص حتى دورو. عنده 77 الف فيلا في طرف البحر اللي هو ان بيان بيبليك، ما يخلص حتى دورو. عنده الملايير في الدار، ما يخلص حتى دورو. سيستم فيسكال زيرو، ما راه يدخل حتى دورو للخزينه من المرافيه. ما كانش انبو سور لا ريشيس. تقول لا مافيا، لا مافيا هي اللي تهرب الضرائب. اون ما با ان سيستيم فيسكال، راهم يدخلوا غير الديوانه، وهذيك الديوانه الدراهمات اللي يدخلهم يزيدوا يديرهم خدامه عندهم، ما كانش انتاج كاع. يا با ان سيستيم فيسكال، كل حاجه بانكس، كل حاجه بانكس. منين يدخلوا يحقروا الخدام، لي زومبلوايي 6 ملايين، يسكرافيو الناس ويخلوا الملافيه الفوق، ما يخلص حتى دورو، ما يخلصش. مرتو في العرس دايره قنطار ذهب، ما كاين حتى اجون تاع الفيسك يدور لداخل. قال منين ابن عمي؟ ها جيبي راجل كرواحي، جيبي راجل كرواحي، منين راكو هذا مليار ذهب؟ ما يخلصوش الفوق، ما يخلصوش. والتحت قاهرين العامل، لومبلوايي قاهرين، دي زانجينيور راهم يخرجوا 3 ملايين يخدموا معايا، باش ما نكذبش 4 200 دي زانجينيور لي لو مومون يدو 15. مخليين الشعب التحت بوبل اسيستي سوسيال، شبكه اجتماعيه، حتى دي زانجينيور داخلين دي ليسونسي دي هكذا، داخلين في الشبكه الاجتماعيه، ومخليين صحاب الترابندو، صحاب الهنيل، صحاب السماسيره تاع الطوموبيلات، ومنا الفوق وما يخلصوا حتى دورو. لوتوروت يخدموها من الترازور بيبليك والكاميوات تاعهم باش يلونشيو شومان دو فار اللي هي لا باز دو ليكونومي. بلاد بلا شومان دو فار ما
تخدمش. لا لا، لان عندهم الكاميوات، كل واحد عنده 200,000 كاميو يخسروا في الطرود مخدومه من ترازور بيبليك، وهما ما يخلصوا حتى واحد حاجه، خلصوا غير الفينيات وبالك ما يخلصوهاش باسكو عندهم المعارف ونعرفوهم شكونهم. والشعب تحت مفقرينه باش يخلوه شبكه اجتماعيه باه يخلوه ان بوبل اسيستي ها، و فوتي عليا نعطيك دار، ما هي حقه ها، فوتي عليا نعطيك المنحه، صفق لي نبني لك استاد. سا مارش كوم سا اون الجيري. نو ان فرانس نو سوم اكسكلو دو لا بوليتيك الجيريان. نيا با دو بوليتيك، قلت ما حتى في الخارج ما يسمعوش باسكو اه واش كل يسمع رانا نشوفو ستادير ولات اضرار دراهم عرفتي، حتى الفيسبوك وشراوه، شراو كل الدنيا كاع شراوها فيسبوك راك تشوف. يعني ماشي سهلة، من في لترونجي لو مومو يسمعو لكم باسكو راكم قدام جنيف وراكم قدام الهيئة نظام الهيئة تاع حقوق الإنسان والهيئات الكبيرة لو مومو يسمعو لكم، لكن النظام هذا نعرفو كيفاش يسربيو الشكارة، يعني سي با فاسيل. هنا قلت لازم هما يهديهم ربي ويقاقيو مع نفسهم وباش يعرفوا باش نتقدموا لازم يفتحوا سياسة ويفتحوا الناس، لأنه ما كاينش واحد يعاوننا، حتى الشمال راهش يعاوننا، حتى كيما قلت الصحافه ما تعاوناش، كل حاجه داروا حاجه اون باراليل، حتى النقابه نتاع العمال داروها، داروا خلقوا واحد اليامات نقابات حره، داروا لهم ليجيتيه باش ليجيتيه هذه رقدت الناس كاع وصابوطات الخدامه وخلات الخدام لتحت يخلص 6 ملايين اسكلاف. دونك ما نطولش عليكم، اللي عنده دي جروب يبارطاجي باسكو الاخر. وقلت باللي سي تان سويسيد، انا مهبول راني ندير هنا في السياسه، ما كاين حتى حمايه ما كاين والو، دونك لكن نحب البلاد، انا مريض بالسياسه مهلوس بالسياسه من بكري ندير السياسه، مريض نحب البلاد نحب الشعب هذا، نحب مساكن نعاونهم سياسيا، نحب نشوفهم ملاح، نحب الجزائر نشوفهم ملاح. سي بور سا كو جو برون لو ريسك اي جو في لا بوليتيك دون ان بيي تري ديكتاتور دون ان بيي تري دونجورو بور اون اوبوزيسيون بوليتيك. C'est pas comme ailleurs dans un pays démocratique. L'opposant, il est protégé par la loi, il est protégé par la constitution, il est protégé par les services de sécurité, il est protégé par le 8. Là, c'est le contraire. Toutes ces institutions sont contre l'opposition, sont contre les gens qui font de l'opposition au pouvoir, parce que le pouvoir a mis en base sur les états-là, gam harbatom, khalqalhom, ou kaini mishriyin, kaini khalqalhom en parallèle. Hado, chassaïf, dzaïf, partagez-vous. Salam alaikum.